نحن في علامات الساعة وفي نهاية الزمن، حتى أنهم لما أنشأوا عند بيت الله برج سموه برج إيش؟ الساعة. هم يظنون أنهم يدبرون بفكرهم ومنطقهم، ولكن الله هو الذي يأذن. برج الساعة يعني كأنه علامة من علامات الساعة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعجت مكة، بعجت وكانت كظائم يعني أنفاق، ورأيت الجبال في ورأيت المباني فيها أعلى من الجبال، فاعلم أن الأمر قد أضلك، يعني مش ضايل للساعة إلا قليل. هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان في الفتن موقوف على حذيفة، ولكن يأخذ حكم المرفوع لأنه إخبار بالغيب. اسمع هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول. هذا اللي بدي أختم فيه، وانتبه له كويس وافهم وحرك قلبك، قلبك لازم يتحرك. يقول عبد الله بن مسعود: ليسرين على كتاب الله ذات ليلة، يعني سيطاف على كتاب الله ذات ليلة، فيرفع فلا يبقى منه آية لا في سطر ولا في صدر، فيقوم الناس ليقرأوا من كتاب الله فلا يجدوا منه شيئا. تخيل، يرفع الله سبحانه وتعالى كتابه، ترفع الرحمة وتنزع البركة. أنا خشيت أن تكون إخلاء بيوت الله بالأمس توطئة وتهيئة لمثل هذا اليوم. فلذلك كان يقول عبد الله بن مسعود دائما: اقرأوا القرآن وأكثروا من قراءته قبل أن يرفع. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرفع ونحن أحياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا محرومين. أقول قولي هذا وأستغفر